هاي هي فرصتي عشان اغير كل شيء. بفتح باب بيتنا وبطلع برا. زي القدر. وزرع في كل مكان.
في الانتخابة الأولى أنا كانت أربع سنين. أول مرة صح فيها كلمة احتكار. شو معناها؟ اعتقل أبوي. بعد ما أبوي طلع من السجن أنا في البيت تكاك بفتح خزاين بفتح صواريخ فتحت خزانة أبوي. في إعلام شعارات ضد الاحتلال وقناع. لبسته وطلعت لحالي من الغرام. كنت خايف متحمس بنفسي وهبي بس حسيت حالي شخص ثاني. حبيت المسرح والتمثيل اللي فيه. هذا الوقت بلشت اروح على مسرح الحدث. اسسته ارنا من الخميس امه لجوليانا. ارنا ست يهوديه اتجوزت فلسطيني شيوعي. يعني جوليانا عنده ام يهودي مهولي من جهه وام فلسطيني مجنون من الجهه الثانيه. فاللي بسببه كنت صفي بالمسرح بشوف اطفال بعمري واصغر كلهم لابسين اواعي وكوستوم من ايام الف ليله وليله. جيانو بركض وراهم بقول لهم شو يعملوا. انت ليه بتوشوش زي الفار؟ علي صوتك. عمرك شفت ملك بيمشي وهو محني ظهره؟ انت اميره شجاعه وما بتخافي. ما تخلي حدا من الشباب يطبعك. دايما حاطط الكاميرا صور الاطفال صور الاطفال. انا هتشيل وبراقب. وانا هون جوليانو يشرح علي. انتي تعال هون. جيت عندك وقت خايف اعطاني رساله. لازم تسلم هاي الرساله للاميره. ما عرفش ولا عمري ما استلم. قوي قلبك احمد. صرت هيك وزيد زي الاغنيه. سلام سلام لا
نافع وصلى وسكر. اوي محلاني ما رايح لعندها وبلش احكي معاها ونفضحونا بالمخيم وتقطعوني تقطيع. مشان هيك جنبت هاي المهمه ابن خالتي مصطفى، هو ستي وصار سنين. اسمع بدي اياك تدور عند هيك بنت وتحكي لها انه احمد الطباسي بحكي لك مرحبا. تقدر تعمل هيك؟ انا شو بدي يطلعني من وراء الشغله؟ ولا ما زلت الحضارة منيح. طيب بس كده شوكولاته يلا روح. قاعد بحكي معاها بس ليش طولوا؟ شو بدك عرس بكلها؟ بسرعة شو قالت لك؟ خليني واخد نفسي من الأول. ولا شو قالت لك؟ أي وين بدي آخذ الجنراتا؟ يا الله صبرني بس. طيب بتقول لك اكتب لها رسالة. يا الله أعجبتها وهيك مصطفى الاستغلالي صار من رسالة بناتها. باخذ رسائل وبجيب رسائل. هاليك المشروب الشوكولاته بس بيستاهل. بدكم شو لازم اكتب لحبيبتي؟ لازم الاسئله تكون قويه. حبيبتي سناء، ما هو لونك المفضل؟ حبيبك احمد. بعديها مصطفى، مصطفى بجيب الرد. عميقة وفيها فلسفة. حبيبي أحمد، ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ حبيبتك سناء. حبيبتي سناء، أريد أن أصبح ديكابريو الشرق الأوسط تبع التايتانيك. حبيبك أحمد. أنا وأشرف صراع فضول مع أخوه، مرات بكذب عليه كثير مشان شو بنهدها منه. مكرف ها؟ بعرف شوي مكرف. الوحيد اللي بحب بعرف لحبي إلها أشرف، دائما بيكون معاي لما نلف حوالين بيتنا. بحكي لي برو انتوا اثنين لابكين لبعض، أنا هيك حاسس. اليوم مصطفى الاستغلالي بجيبني رسالة. عليها تليفون البيت. رنيت. هلو؟ يسعد الله. صوتها أول مرة أسمع صوتها. أخذت كل هذا الوقت مشان تحكي معي. قديه رح ياخذ الوقت مشان تيجي تطلب إيدي؟ واو 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 واو. لا 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 لا، هاي البنت بتاعت أحلامي. أنا لازم أتجوز أتجوز خطر، لازم أتجوز أتجوز. أنا متخيل كل حياتنا مع بعض، ما عندي أي فكرة إنه كل شيء رح ينقلب برمح سنة على عقل. بحضر التلفزيون أنا وأمي وأبوي وخواتي الأربعة. بشوف رئيس شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي مع مئات من الشرطه الاسرائيليه بيدخلوا بيجتاحوا المسجد الاقصى. ابوي بيقول هاي العمله راح تولع نار. الفلسطينيين طلعوا مظاهرات سلميه ضد زياره شارون. ابوي بيقول هاي مش بس زياره شارون، هاي نتاج سنين من الاحباط من وراء اتفاقيه اوسلو اللي خسرتنا اراضي اكثر من اللي خسرناها. الاسرائيليين كمعوا المظاهرات بقتل وحشي، كثير استشهدوا بدون اي سبب. يابا انا مع اصحابي. الله اصحابك راح يخرب
واقع. انت اللي بتحكي بعد ما تاكل كفر بيك الشعارات والاعلام والاخر عم يذكر. والله والله تاني يا الله. وانت على السجن. خسرت وظيفتي. ما حررتش شبر واحد من فلسطين. شو هنعمل؟ نرفع ايدينا نستسلم؟ خلي الاسرائيليين يفوتوا يحتلوا المخيم وجين وعم يتفرج؟ اكيد مش هتفهم. وبكره راح تكون ابوي كان معاها. بس بعد فوات الاوان. معصر كثير ما حكيتش اكيد من المخالفات. زرت على البيت عند فادي محمد الجمع وفي شباب. معاه بلح بياع عصاب لحارتنا ركله وكره العمل. كلنا مع الشباب. الركاب بس بيشتغلوا مع الشباب نضيف. اول ما البياع بالمحلي هاي مش انت من عمرو يا شادي؟ روح لعند فادي انا بكون خلينا نزل احمد عمليه يفجر حاله التنابير وان شاء الله ان شاء الله بشوف من عمرو الجنه. وانا بفكر طول بالك يا عمي شو فجر حاله مش فجر حاله؟ انا بدي اقوم اسرائيلي هون بجنين مش فجر حاله التنابير. فادي ما وافق لا بدنا اياه هون. البياع عم بعرف مزاجه لو عرس ابن عرس بدي افجر حالي كان. بعدين فادي بيطلب مني افجر لبيت معين فوق راس الثلج بيعطيني شوية رصاص والكلاشينكوف ايش يا صوت الشكل وانا طالع على التلج بهيك حالي نفسية. اسمع 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 وصلت على البيت راسي تلج لكنني بطوف بهروب بزي الهروين طلعت على التلج فوق كاشف كل المخيم تلج فوق جديد خطوط من الضباب جايات من كل الاتجاهات على جنين حياتي ما شفتها ولا حدا الدبابات جبال وتركات حتى في الافلام الاجنبيه طيارات الابات شي بتلف تعبي السما بتهرب من فوق جنين زي الصوره كامل طويل بتطوي السما من طريق الجيش طابور من الدبابات باخذ الطريق اللي بتودع على راسي الثلج من فوق هذول جايين الي قاعد اروح واجي بالبيت لو بدي الحمام بس مش قادر انا يلا 17 سنه ليش حطوني بالصفوف الاماميه بس بعدين بسمعهم قاعد بعمل مشان ارجع الوضع وعوض
لقيت حالي شوي زيادة برا الشباك مشان أرمي الكوع لأبعد مسافة بطل. وفجأة بتحس إنه في نحلة قرصتك، بس أضرب الوجع بعشرة. كل الشباب صار يسيطر، طباص انطخ طباص انطخ. الشباب حملوني للجهة الثانية من الغرفة. منير بلش يقص قميص المقص. يا زلمة بتصوب بإيدي مش بصدري، هيك بعمل الأفلام الأجنبية. إذا ما قصيت أحسن قميص ديفايس تقليد عندي. الشباب قطعوا لي إيدي ورجعوا على الاشتباك. بتطلع منير مات حاله برا الشباك وطخ على البريد. مش عارف ليش بتذكر أيامنا واحنا صغار نلعب طقبول بالحارة. أنا بقول هاي التجربة رح تخلي منير بطل يزكي. ببكي يا ريت لو يلف علي وجهه وشوف ما ببكي. الدم بطفش بكل الغرفة. شكل من راس منير من جمجمته من ورا بتطير. صافق الله منير بوقع على الارض. بعد ما اتذكر صوت وقعته براسي ركضت عندي حاولت ارجع مخه جوا راسي، بس الراحة وحدي راح. صاحب الخجول استشهد، حملته بين ايدي، دم ينقط من راسه ولا يجري. اخذته على طول ومددته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. اول ما نشتغل الفاتحه كل البيت صار يكسر. بس تطلع برا الدار واحد من الشباب يصيح اللي وقع منير وداعا تستهلك. ما فيش وقت. كل الشباب طلعوا القاب برا الدار. في اباطشة بتدق فوق راسها. هدف البيت اللي بحدده. كل الشباب قرروا يتفرقوا، كل واحد يروح باتجاه. رهبتكم فجأة وجه لوجه مع هذا الوحش. بالدوسر المدرع علو طابقين. بلاستيك بشربها مره واحده.
بطلب من اسمي بعطيه اسمي احمد توباسي بن ارهابي نشيط بالمقاومة. انا كنت متخيل انه عنده تنظيم في هاي الملفات. الكلمه بيرفع السماعه، خمس ضباط مثل الحيط بفوتوا بحطوني من كل الجهات. اوكي اسا بتنعرف اسم الضابط تبعك الكارد بالمجموعه. شو اسمه يا حبيبي؟ هاو دور على فادي بس ما بطلع طلع حبيس الفادي. انا مش عارف عن ايش انت بتحكي. اها بدك تلعب معنا هاي اللعبه؟ كيف بنرفع السماعه وبعمل اتصال. هاي لغري حفري كيف حالك؟ انت بجنين؟ بتعرف بيت الطباسي بمخيم جنين؟ بس بدي اياك تبعت بلدوزر عندكم على البيت وتهد لي اياه على الارض. يوري ما تنسى تجيب الماما والبنات معك. انا والشباب حابين نتسلى شوي. لا 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 بحياتك تعملي شيء. بدك تحكي اسم الضابط ولا لا؟ يا الله انت حكيت اسم فاطمه فادي رح يكون خايف والشباب رح يطخوني وظليتني ساكت. رح يهدوا البيت ويجيبوا ابني وخواتي. طب يلا شو اعمل؟ بعدين بسمع صوت جوليان براسي. قومي قلبك احمد. صلى على الثاني. ظليتني ساكت ما حكيتش ولا كلمه. الكاني عصب. طيب هو بقى من هون واحد من الضباط قبلني وبزدني برا الغرفه. معقولة؟ معقولة كان في يوري على الخط الثاني؟ لو استنى ثلاث ثواني كنت اعترفت له بأي شيء بده اياه. بعد هيك وقتوني على سجن عوفر. هناك ضليت ست اشهر اداري بدون حكم. لما طلعت على المحكمة وقدام القاضي قدروا ياخذوا اعتراف من سامي. سامي اكد لهم اني كنت جزء من المقاومة. أربع سنين اللي بعده أربع سنين؟ أنا حاسس الغرفة بتلف فيه لا. بطلع على أمي اللي بدي آخذ لعندها بس ما بقدرش. بدي أكون بحب على سناب لأنه ما بقدر أكون معها. بطلع على أبوي بدي أكون يا ريت سمعت كلامك يابا. بس هاي المرة بطلع على مكان بعيد بعيد. الباص واقف بنص الصحراء. هذا السجن اسمه كيت سحر سجن النقب. لما توصلوا بتحس حالك واصل لاخر محطه في نهايه العالم. الشمس حاميه كثير. بطلع السجن انا والشباب بنشتغل. السجن مكون من اربع اقسام. كل قسم مكون من اربع وحدات. كل وحده محاطه بشيك شاهد علو خمس امتار. برجين مراقبه عكس كل قسم. دخلت الوحده بشوف كل المعتقلين اكبر مني بالعمر. كرسي بلاستيك بتطير من فوق راسي. ابعد ينعل الله وضعك. ابعد في واحد معتقلين بفقد بعتله بكسر كراسي بكسر طاولات. صح الساعه بتاعت الخطوط الاسرائيليه بيفتحوها على الارض. ابعد كلها. واحد من الجنود بضربوا على ظهره على رجليه وبغطوه برا الوحده. احنا الشباب جداد واقفين مصدومين. زلازل في الغادي. بنلف بنشوف مدير السجن بنص طالع لهون ايديه ورا ظهره ناصح وابيض. عرفت اذا زلازل انفقادي ماخذينه اذا حابين تعرفوا لوين؟ عينيه بيرد بركزوا علي. ولا في اسهل من تفقد حقك بكل ساعه اذا بدي اخبارك على حالك. بطلع برا الوحده بيخلع الباب ورا واحد من المعتقلين بيجي علي. الامير بده اياك. امير؟ يا حبيبي طردوني على خيمه الامير. بشوف واحد قصير غرفه بيضاء قاعد على كرسي القضاء. استنيت ما حكاش ولا كلمه. كنت اروح احسن فجاه وجهه بنط من الكرسي. هل استقريته هنا؟ يا دوب وصلت. لا طلبتك اخي احمد بس
هناك وبرجع يخرب الارض. استقريت بالقسم وعرفت النظام والسيستم كيف ماشي. الثلاث وحدات بالخيمه انقسمات بين الفصائل. طبعا كلهم بيكرهوا بعض وباي لحظه بتكون حرب بيني. واحد باخذ كاستي بطل بوكس وراب بحكي عن جنين بحطه على الارض بلش فيه بشمس. دائما استعد ومترهب خوف حدا يستوطي حياتي. هاي انت يا شباب تعال لهون. فلقيت اشوف واحد طويل وصغير كان بكشف بطاطا على كلمه مهله زاويه الكلمه. انت من جنين صح؟ اه من جنين شو بدك؟ جاي بطوشي. طول بالك يا وحش. انا من جنين. انا رمزي. عرفت لك من عصبيتك. مش انت مع فتح؟ اها شو قصدك؟ انا كافر اذا ما عندي امير ولا جماعه؟ لا 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 انا ما حكيتش هيك. كيف بهذا التفكير من راسك؟ اللي عجبني رمزي انه تفكيره مستقل. الايام بتمر كل يوم زي اللي قبله. كثير من المعتقلين فايتين بحاله احباط. يا ترى بقدر اساعدهم؟ كيف بقدر اساعدهم؟ بحط الكوفية على كتافي وكوفية على الراس وشف الشبة صغيرة بعمل شوارع. بحول حي شخصية الأبطاي أبو عنتر. فطو 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 نير حكيم البيت الموني لما بكره بيمشي البط ما بيغير القانوني. فطو فطو نير حكيم البيت الموني لما بكره بيمشي البط ما بيغير القانوني. شو حبيتي بنص وسيف هالبرادان راسه من دق البستان مو عرفان. شو حبيتي بنص وصيص هالبرازان راسه من دق البستان مو عرفان. افتحي قلبي وخدي منه شي نارة مهما بدلتي ما في مثلي بالحارة. افتحي قلبي وخدي منه شي نارة مهما بدلتي ما في مثلي بالحارة. بس الجماعات الإرهابية واحد من التمارين بيصور في بيركم ثاني يوم الزيارة بتحكي السريحة لخطيبته. واحد صحفي إسرائيلي بيمسك عنها نسخة وبيعمل تقرير. الأسرى الفلسطينيين عاملين مهرجانات داخل السجون الإسرائيلية فضيحة. مدير السجن بقلع عباس وراه سجون معصب مولع معاه. مين منكم يا فوادين اللي عمل الفيديو؟ ولا واحد فتح كلمه. لما امسك العرس بدي العرس احطه بالسلاسين واحطه المفتاح صبحي. الحمد لله بيدي مغبش ووجهي مش واضح فيه. دور بكل مكان. كل الجنود بلش يدور على التليفون. لقي واحد منهم مدير السجن كسر تحت مصطبه. لما المدير يطلع وراء الجنود كل الشباب كيفين هيصير لأن الدب أجل من مدير السجن. يا الله شو غريبة كل هاي الدراما من ورا سكتش مسرحي. بفكر بجوليانو بفكر بالمسرح إنه قديش ممكن يكون قوي ومؤثر. اللي بيعرفوش مدير السجن إنه في عنا تليفونات سبير دايما بالإسمنت روز الخامي. رمزي برميلي بيلفوني احكي معاه. قلت له حسنات وبعرفني قديش بحبها. بعرفكم شو بتفكر عني؟ رنيت هلو الله يسعد الله بخيرك هلو. خضيت قلبي عليك فكرتك ولد بالاشتياق. هي هسه انا لو شفتيني خضيت عمي ولا عاد قصدي كواح. معناها لما حكيها شفت انا شو بتحكي بالاشتياق. عندي اخبار حلوه. اه تفضلي. قبلوني بالجامعه خمس سنين وراح اصير دكتور. البلد بحاجة دكاترة. مبروك مبروك. وانا افكر معقولة
واحدة دكتورة تتجوز واحد سجين بعدين سناء بتقول الكلمتين اللي بستنى فيها اشتقت لنا بسرعة ترد عليها احكي لها اي شيء انا لازم اروح باي سكرت الخط يا حمار ليه ما قلت لها مشتاقلة الجنود بيجوا يدوروا على الخيمة عندنا بالوحدة بل بيرفض رمزي اللي بيخبطيه بين الجناح مش كل الجنود زي بعض ثاني يهودي امريكي بطل شيكاغو لما نكون لحالنا نفتح دواوير ما حداش من الضباط شايفيننا هاي احمد يا زلمه اسمي احمد سوري احمد كيس وات ام جوينج تو ذا بيتش بارتي يوم السبت في تل ابيب خليني افكر بالحياه اللي لازم اعيشها راح يكون في مسكان دريكس اوميا ام جوينج تو ذا تاون لايك جيمس براون مع كل الاختلاف اللي بيني وبين داني اللي انه هو زمن طيور بتمدد برا بالساحه وحاط السماعات على عيني فجاه في واحد بيجيبني ما الذي تستمع اليه؟ لفيت كيك الامير كمان الا تعلم بان الموسيقى حرام؟ يا زلمه كانت اسمعها طوال اخذ السماعات مشان يتاكد لما رجعهن شفت شمع اصفر من دنيا عليه لماذا قمت الوقت مع ذلك رمزي انه ليس من جماعتنا شو يعني شو قصدك مش فاهم طباسي اليوم يلومني ان اراك تروث مثل عائلتك الطيب انه خائن لا مش صحيح طباسي لا يمكن لرمزي ان يستمر بان يكون قائدا للقسم نريد شخصا اخر شخصا مثلي الحرب قادمة يا طباسي الافضل ان تختار الجانب الصحيح طول الليل اكلم كلمات الامير في راسي معقول رمزي يشتغل مع الاداره ثاني يوم الصبح اول ما الشمس طلعت رحت عند رمزي مين الجاسوس؟ مين حط هاي الكلمات في راسك؟ الامير بيعرف منيح انه الفصائل كانت لبعض هكشي هو بده يستغل هذا الموقف لصالحه بس انت ليش طالع نازل مع الاداره؟ انا بختار معركتي امتى وكيف ما في اي سبب للمواجهه كلماته فيها منطق تباصي الحرب تكون بيننا راح نكتل بعض والاسرائيليين يتطلعوا علينا بس انا لازم نجيب مطالب العصر هيك بنتوحد رمزي عنده اجتماعات مع مدير السجن عشان نحط مطالبنا على الطاوله خيام احسن مشان تخلي العواصم مملوءه برا اكل احسن السيارات اكثر بس مدير السجن مش متعاون الارهابيين ما بينفع يعيشوا بيوتين خمس نجوم قسم منا بفوت اضراب على الطعام مش الامير وجماعته ما بدهم يسمعوا كلمات رمزي النص الثاني بيرجعوا شو ما جابوا الاسرائيليين انا حاسس غريبا الجنود راح ياخذوا اوامر الجنود بيجوا وبيحطوا الوحده من اربع جهات من بين الشيخ بن محداني بحاول هيك تجيب عليه بس بتحيدني باعمالها بطلع العصر الثانيين الكل مستعد ومداهر وين الامير؟ ذكروا اول قتال كنت لازم من اول اعرف انه بشتغل معاهم مدير السجن راكب فينا من الفرج الجنود بيلبسوا كمامات الغاز وضفوا قنابل الغاز والقنابل بتطير فوق الشيك وتقع في النص بيننا يا
اما الاستنفار انت والخبر الغاز يروح اشوف ثاني بيرفع القناع على ليه النظر اللي بعينيه بتقول عشان مش قصدي هيك اهلا وجهك ثاني يوم بطلب التليفون من رمزي بدي احكي مع سناب استعد اتحمل كل اشي اذا بحكي معه حتى وقتي رنيت هلو هاي مش سناب هاي اختها ممكن احكي مع سناب هلو هاي اختي كمان مره انت موجود سناب عندها امتحانات بالجامعه مش راح تقدر تحكي معاها هاي اول مره سناب ترفض تحكي معي اكيد انتقلت بشاب جديد بالجامعه احكي لها انه مش راح ازعجها كمان مره ليش بتقدر تحكي استنى بس كان كثير متاخر سكرت التليفون ممكن اتحمل مدير السجن والامير ممكن اتحمل قنابل الغاز وقنابل الصوت ممكن اخذ ضراعه للطعام وما اشوف انه ابوي ممكن اتحمل كل شيء بس مش اني اخسر سناب فجاه السيد في شيء مشتاح من جوا بيحتلني كيس حالي من كراسي وبرميها كل الشباب بتموا علي بهدوني بس انا بكسر كراسي بكسر طاولات بكسر كل شيء بتعرف كل حدا رمزي ما اخذني على جنب قرات بيك من البرج هاي حطك بالزنازين هذا اللي بدك اياه بدون السجن قرات فيي في البرج حط ايديك بجابه وبهز على كعابه شو بتبلش تباصي كل واحد بكل شعب رح يفقد عقله اذا ما بدير باله لازم ترجع تشتغل معانا
يبقى طفلة ولا اسمع. بعد ما فادي يروح بيجي ابوي علي يابا فادي بدي يشتغل لك، وبعرف قديش انه الناس بتحب الشباب الصغار طالعين من السجن، وبدي اياك تكون معاه احسن ما تروح تنظيف ثاني. مالك ابوي معاه حق، انا 21 سنه بدون شغل وهم بيدفعوا مصاري كثير. المسرح مش للناس الضعاف، المسرح مش للناس الخيخة، المسرح سلاح قوي ومؤثر ممكن تغير في تفكير الناس. إذا مش قادر عليه يمكن مكانك مش هون.
على الثلاجة وعلى الحمالة. عشرة. لا 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 لا. مش أصغر. مش أصغر بالله. بتذكر كيف كنا نلف الموضوع كل المخيم جنين. كيف كان يضل معي ونلف حوالين بيت سناء. كيف كان حياتي أيام اشتياق. مش أصغر. حبيت تسامي. ليش ما تكون انت اللي وجدت وانت خير بداله؟ كل الناس اللي تمت علي كمدت غزامي الى قطار المستشفى، سلاح اشرف على الارض، حملته وركضت ورا سامي، لما صرنا برا المستشفى، سامي حط دايما بالسما، اعمال، شاف ما تخريش تخريش، بس انا شايف دم، يطخ على اي شاب حي غدا، طخيت الهواء الناس اللي تمت علي كانوا السلاح من ايدي. أنا رايح على الورشة ساعة متأخر. إحنا اتفقنا إذا بدك تيجي متأخر الأحسن ما تيجي بالمرة. صاحبي استشهد. الإسرائيليين اقتلوه. كل الممثلين أصحابي اللي بيحضروني متعاطفين معي. وقف وقف بدو إياه. هدوا لحاله. صاحبك استشهد على الفاضي. ما حدا راح يتذكره. الكل مظلوم من ربي فلان جوليانو. بتفكر انه الزومية والجولية انك تاخذ سلاح وتطخ في الهواء؟ هذا بالضبط شو الاسرائيلية بدكم بدهم اياكم تعملوه. انت مش عارف ليش بتحكي جوليانو. بدك تحرر فلسطين؟ مش راح تحرر فلسطين بالسلاح لحاله. عارف ليش؟ لأن الإسرائيليين عندهم سلاح أقوى وأكبر منكم. المسرح المسرح قوي وفعال ومؤثر زيه زي السلاح. أنا هكذب وبتفكر معاي. الزلمة عن أطفالي جوليانو. هذا الحكي بتحكيه للأجانب للصحفيين الغربيين مشان تدير مصاري للمسرح. كل أسبوع عندنا مسيرات سلمية بكل فلسطين ولا حدا بتطلع علينا، حتى الاخبار بتجيبوش خبر واحد عنا، عارف وين بيهتموا؟ لما تلاقوا سلاح بسلاح. بس هذا الحكي ما اثر جوليان. صاحبك الشهيد اشرف راح يكون صوره وبوستر على الحين. راح تتلزق فوقكم هون بهذا المسرح. بحاول اخلي كل الناس يطلعوا عليكم يسمعوا قصصكم. هسه بكفي، ضيعت كثير من وقتنا. عنا تدريبات نكمل فيها. وانا طالع وصلت الباب. احمد وقف، عندك شوية تلات ما تضيعها. بدك تقاوم الاسرائيلية في طريقة ثانية، بس الاول لازم نخلق ثقافة المقاومة، والمقاومة الثقافية جزء منها. صدقني أنا عارف عن إيش بحكي. عن شو بحكي؟ مقاومة ثقافية؟ يجي يخش أحسن لي. هيك قررت أكون ممثل بدون مساعدة جوليان. هاي اللحظة شوفها. سناء تقطع الشارع لحالها صايرة بتجنن. أحلى مرة بشوفها فيها. بطلع على إيدها بعدها مش خاطبة. ركضت لعندها بس وقفت حالي. شو بدي أقول لها؟ شو معايا بدي منها؟ لازم بالأول أجهز حالي. ولما أكون جاهز رح أروح وأطلب إيدها. كتبت على مسرح تاني وقبلوني واختاروني أروح على مهرجان مسرحي في بلجيكا. كل الشباب أصحابي بدهم يروحوا بس أنا الوحيد اللي اختاروني. بالكم بما تكون عن الحدود عن الجسر؟ يابا بدي شوية مصاري بدي اغسل الجسر ورجع لك اياهم. كيف هاي الفكرة من راسك؟ لا في شغل هون. لا مش شغل هون. امي بتفوت حامل سريه الشاي. خلي الولد يحقق احلامه. احلامه؟ اخر مرة احلامه فوته على السجن. الله يعلم هاي المرة وين فوته. جنين مكان صغير لواحد زي احمد. انا قلت لا. بدك ايانا بيع الخاتم عيدتي؟ خاتم الزواج سمعنا؟ امي
بتعرف كيف تمشي كلمتها بالبيت. اول اخر ابوي راح يوافق. خذ هاي المصاري بس انا كلها قطع ايدي اذا ما ركض عن الحدود مع تاريخ كريسمس بالسجن. اخذت المصاري جهزت حالي حطيت غيار قميص وبنطلون. استنى اكثر من هيك لاني متاكد راح يرجعوني على الحدود. وصلت الحدود الفلسطينيه. مش ولا حس ولا خبر. انا خايف
نفدت كل رصاص من قنابل الجنين جايبوه هون؟ وهذا البلد اللي مش فيه حدا؟ بعيد مئات الاميال عن عائلتي؟ بس بالاخر قدمت لمعهد التبديل بأوسلو ونجحت، جهزت اغراضي وعاصروا! بكل المدينة البوسترات بالمئة
الناس المرحلة التراجيدية لجنين بتشوفوا وجوه هدول الشباب. زلمة بيفتح الباب حتى الشوفير لبرا سماء بتطلع منه. مع كل وقت تذكرتني آخر مرة شفنا فيها بعض قبل 9 سنين. سماء بتطلع علي وبلاحظ ممكن بعدها بتحبني زي ما أنا بحبها. سماء جوزها بينادى عليها بتصحى وبتربط عندي بس مش قبل ما تعطيني آخر نظرة. حتى ابنها الصغير بلف يتطلع ويشوف مين هذا الزلمة اللي لخبط امه هيك. الغريب انه الولد بيشبهني اكثر ما بيشبه ابوه. يا الله قد ايه بيشبهني. معقول هالكد بيشبهني؟ اذا الاسرائيلي مش تعرف راح يحمل سلاح ويقاوم، اذا بشوف اصحابه بموتوا قدام عينيه راح يحاول يمكن. يا ترى راح يقضي ايامه وسنينه في السجون الاسرائيلي؟ راح يسافر على اوروبا واذا وصل راح يرجع؟ راح يشوف ايام وسلام حقيقي في حياته؟ يا ترى شو المستقبل المخبي لهذا الولد الصغير؟ الستيج مانجر بحكي لي صار وقت العرض، انا شوي مفتك. طلع الجمهور وشوف امي وابوي وخواتي الاربعه بالصف الاول. فوق على البلكوني بشوف اشرف ومنير بعدهم عايشين بيعشروني بايديهم. على الجنب بشوف داني رغم كل اللي صار بس انا مبسوط انه وصل هون. المفاجاه مدير السجن وراه، يا ترى راح يخرسني؟ بالنص بلمح سناء مع ابنها الصغير فيش اي علامه لجوزها. بتبتسم لي ابتسامه الواثقه من حالها. اول شيء خلاني اقع في الحب معها. على الباب فوق بشوف واحد مشلبك ايديه ومبين مش صبور.